ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو جديد ومميز جدا جدا كالعادة. هنشوف مع بعض عندنا في الفيديو ده اكتر من اداة منزلية حديثة هتشوفيها معايا لاول مرة، منتجات واجهزة ذكية وادوات منزلية مبتكرة بتسهل علينا الحياة اليومية كسيدات في البيوت. وهتشوفي معايا طبعا ادوات ومنظمات للمطبخ وادوات ولوازم للحمام واختراعات ذكية وبسيطة هتبهرك وهتتمني ان انتي تحصلي عليها. كلها ادوات بتساعدك على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدكم على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والادوات المميزة جدا والاجهزة المنزلية اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنهم. وطبعا هقول لكم واعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم شكله بيكون حلو قوي، تقدري ان انت تثبتيه تحت الشاشة على البوفيه بالشكل ده، وبعد كده تقدري ان انت تنظمي عليه سلوك الكهرباء وجهاز الانترنت عندك. شكله بيكون جميل قوي وفي نفس الوقت بيخلصك من زحمة الاسلاك اللي بتكون عندك. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة او الشبكة اللي تقدري ان انت تستخدميها عندك في الغسالة، وهي دورها بتساعدك انها تشلك كل الوبر او الشعر اللي بيبقى موجود في الهدوم. بعد كده هنا عندنا منظم لتوزيع الصابون، طبعا تقدري ان انت تثبتيه على حوض المطبخ او حوض الحمام وتنظمي عليه الصابون السائل، وطريقة استخدامه طبعا بتكون سهلة جدا وعملية. بعد كده عندنا اداة للتنظيف بتكون متميزة جدا وطريقة استخدامها سهلة، وغير كده الاداة دي تقدري ان انتي تثبتي عليها فوطة كده للتنظيف وتقدري من خلالها تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك. وهنا بقى عندنا المكنسة الدوارة دي، واهم حاجة في المكنسة دي انها بتكون مرنة جدا في الاستخدام وبتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح وكل الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة. وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على طحن التلج بكل سهولة، يعني تقدري تعملي منها اسرع ايس كريم انت بتحبيه في البيت. بعد كده عندنا المنظم اللي تقدري تنظمي فيه البقوليات، وهو بيخلصك من زحمة وكركبة الاكياس، وتقدري تنظمي فيه الرز او مختلف انواع البقوليات، وطبعا تقدري تثبتيه عندك في دولاب المطبخ وتستخدمي منه بكل سهولة. وهنا بقى عندنا الكباسة اللي تقدري من خلالها تتخلصي من كل مشاكل الهدوم والاحذية، بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام هتشوفيها من خلال الفيديو. بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم لمختلف الاجهزة الكهربائية اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت، وهو بيبقى عبارة عن 3 رفوف تقدري ان انت تنظمي عليه المشترك وجهاز الانترنت، وتقدري ان انت تداري بيه مختلف اسلاك الكهرباء اللي بتبقى ظاهرة عندك. عاوزة طبعا اشكركم على دعمكم ليا سواء في اللايك او في التعليقات، واتمنى في الفيديو ده كمان تدعموني وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك. وطبعا لو عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو تقدري طبعا تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وحيل وافكار تانية كتير تقدري تدوسي على زر الاشتراك بيكون تحت الفيديو، وفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده تعالي شوفي معايا المروحة الكهربائية الميني، حجمها بيكون صغير وهي تعتبر مروحة مكتبية تقدري ان انتي تثبتيها عندك على اي سطح مكتب
وهي بتشتغل عن طريق الشحن. بعد كده هنا عندنا منظم للأكياس، وهو بيكون مصنوع من البلاستيك، تقدري انك تثبتيه بلزق دبل على دولاب المطبخ، او تقدري تثبتيه في اي مكان في المطبخ انت عاوزاه، وبعد كده تقدري تنظمي فيه مختلف احجام الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك. بعد كده هنا عندنا مكنة الخياطة، وطبعا هي بيكون حجمها صغير كده، تقدري انك تحركيها وتاخديها معاكي اي مكان، واستخدامها بيكون سهل جدا وبسيط، تقدري انك تخيطي بيها كل انواع الهدوم اللي محتاجة خياطة عندك بكل سهولة، وبتخيط الهدوم معاكي زي المكنة العادية بالظبط زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده بقى تعالي شوفي معايا عندنا منظم للمطبخ، تقدري ان انت تثبتيه على حنفية حوض المطبخ وتنظمي عليه ادوات ولوازم تنظيف المواعين زي لفت المواعين والسلكة، وغير كده المنظم ده بيبقى فيه حامل كده تقدري انك تعلقي عليه فوط المطبخ. بعد كده هنا عندنا حامل للموبايل، بيجي على شكل يدين كده بيمسكوا الموبايل، تقدري ان انت تثبتيه عليه الموبايل وتحركيه بكذا زاوية وكذا اتجاه، وتثبتيه عندك على المكتب او ترابيزة السفرة. بعد كده هنا معانا مجموعة من منظمات التوابل اللي تقدري تنظمي بيها معيار الملح او اي نوع من التوابل البودر اللي بتكون عندك، تقدري تنظمي المعيار من خلال الزرار اللي بيكون موجود في البرطمان ده. بعد كده هنا عندنا الاداة دي بتساعدك ان انت تقطعي العجين شرايح كده من غير اي اداة تانية او جهاز، تقدري طبعا من خلالها تقطعي العجين شرايح كده بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطشت ده، بيجي معاه اداة كده بتساعدك ان انتي تغسلي عليها الهدوم بطريقة سهلة جدا زي ما انت شايفة معانا كده من خلال الفيديو، وبيبقى فيه زي مصفى كده بتساعدك ان انتي تصفي المية اللي موجودة كلها جوه الطشت. بعد كده عندنا الاداة اللي تقدري تعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الفراخ بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الليفة السحرية دي، تقدري ان انتي تنضفي بيها المواعين والحلل والطاسات، بتشيل معاكي اصعب الدهون، وتقدري تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف. بعد كده عندنا الآلة دي، وهي بتكون مخصصة لسلق البيض، استخدامها بيكون سهل جدا، وهي بتكون دورين وبتشيل معاكي حوالي 14 بيضة. وبعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنظفي بيها الحلل والطاسات او الاطباق، وبيجي معاها حامل تقدري تثبتيه جنب الحوض عندك. بعد كده معانا الشبكة دي، تقدري ان انتي تثبتيها عندك على حوض المطبخ وتغسلي او تجففي عليها الخضار او الفاكهة، وكمان تقدري تستخدميها كمصفى للأطباق. بعد كده هنا عندنا مجموعة من أقماع أو من مصافي المطبخ، وهي بتيجي بتلات أحجام مختلفة، وهي مصنوعة من البلاستيك. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد، وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة.
كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وتقدري ان انتي تعرفي ايه هي الحاجة اللي انتي محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده، تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده، تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده، هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك. وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة، فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية، فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية، اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية، وبيكون في دول الشحن فيها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا، مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي، اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصل لها بكل سهولة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة، تقدري ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.